بيقول لك الأول مرة من يشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي يعني. ايه فهم بيقولوا تعاون الجهاد الإسلامي من علمنا هذا شكله من علم. Hamas murdered children in front of their parents and parents in front of their children. They burnt people alive. They raped and murdered women. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. أول مرة من يشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الصواريخ الجهاد الإسلامي يعني. إيه؟ فهم بقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. من علمنا هذا؟ شكله من علمنا. مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إن الشظايا تبعت الصاروخ إن الشظايا محلية مش زي شظايا إيش بتقول؟ سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرسين. عاد هذول متفقين من المقدر الوردي بثلاث حط محط فيه. ايش الاصدر؟ بتلاقيهم طالعينه من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني ديب اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة ورا؟ اه المعمداني ولك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد عيدك اليمين في مستشفى المعمداني. At 6:15 p.m., a barrage of rockets was fired by Hamas to Israel. Then, at 6:59 p.m., a barrage of around 10 rockets was fired by Islamic Jihad from a nearby cemetery.